السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. سفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الرابطة بين مدينة سيدي بنور ومدينة اليوسفية. ومسافة الطريق حوالي 52 كيلومتر 50 دقيقة من السياقة في الظروف العادية. طريق مصلوح مزيان، السياق عبرها ممتعة، كتمتع بالمناظر الطبيعية والسهول الممتدة على طول الطريق. غير هو وجب الحيطة والحذر والالتزام بعلامات التشوير لأنها كلها رادارات. أتمنى يعجبكم فيديو، اللي كيشوف فيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. يلا تسافروا معايا.
هاد ملتقى الطرق على اليمين اللي غادي يمشي لجمعة سحيم في اتجاه اسفي، وهنا على اليسار غنتجه بكم انا في اتجاه مدينة اليوسفية.
Thank you.
Thank you.